وربما أقدر أن أقول للسفر التكوين وإنجيل يوحنا في تناغم بينهم وبين بعض. سفر التكوين في العهد القديم كتبه موسى، إنجيل يوحنا في العهد الجديد وكتبه يوحنا. تكوين 3 ويوحنا 3. تكوين 3 لماذا هلك آدم؟ لأنه لم يصدق الله. في يوحنا 3 لماذا يخلص، لماذا لا يهلك الإنسان؟ يقول كده لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هلك آدم لسبب عدم إيمانه، يخلص كل إنسان بسبب إيمانه. عندما أؤمن بالله ومراحمه وخلاصه وكفارة ابنه ربنا يسوع المسيح الذي قدمه على الصليب، عندئذ أحصل على بركات الخلاص.